فموهبة الإيمان هي موهبة خارقة للطبيعة يمنحها الروح القدس. وهذه الموهبة يبقى ما عنديش تزيل الشك وتزيل الخوف وما يبقاش عندي أدنى شك أن ما يستخدمني فيه الروح القدس يكون. وده مرات نشوف ناس كتير قوي الرب بيستخدمهم بعمل فائق للطبيعة بسبب موهبة الإيمان المعطى لهم. فلا فضل لإنسان فيها، لكن كل الأمر هو أن أنا مسؤوليتي أتجاوب مع الروح القدس وأطيع والروح القدس يقدر يعمل في هذا العمل. زي مثلا في العهد الجديد لما بطرس مثلا يقول للمقعد رغم أنه عنده مواهب شفاء، والمقعد ده أنا لو ما كان بطرس احتمال ما كنتش صليت له ولا كنت طلبت منه حاجة. ليش؟ لأن الرب يسوع راح جاي عليه بيه كم مرة سنين طويلة، يسوع رايح جاي ما شافهش، لأنه كان 40 سنة أمام الهيكل وأربعين سنة أمام الهيكل. طب يسوع مر عليه؟ مر عليه طبعا. طب ما شافوش ليه؟ طب بطرس كان موجود معاه لما مر عليه؟ كان موجود معه. يبقى بطرس يروح يشفيه؟ بطرس أخذ إيمان وشافه أن هذا الرجل بيشفى وذهب إليه قال له ليس لي ذهب ولا فضة لكن الذي لي فإياه أعطيك. شفت الإيمان؟ الذي لي إيمان أنا فإياه أعطيك. هل أنت يا بطرس تملك أن تشفي هذا الرجل المقعد اللي 40 سنة اللي يسوع مر عليه وما سألش فيه ولا شفاه؟ دي الإيمان. ومع الإيمان تحرك في موهبة الشفاء ومد يده وقام هذا المريض وتشلل انشفى منه. يبقى دي موهبة خارقة للطبيعة يعطيها الروح القدس. والكتاب يقول لنا جد للمواهب الروحية. فلما أجد كل دوري بس أن أنا جد الحياة الروحية وأقول للرب أنه يثقل فيها ويعطيني مواهب الروح القدس للمنفعة وليس للمظهرة. أكيد فالروح القدس عطاياه رائعة جداً.